قبل ما ابدا الفيلم حاول لك وعشتنا صديقي، ولذلك جايب لك قصه فولاذيه حاجه عالميه. قد تكون في البدايه ممله صديقي، ولكن اقسم لك بعد نص الفيديو هتلاقيها بتولع اوتوماتيكي. ما تشغلش دماغك وتقدم الفيديو لانك مش هتفهم وتندع. اصبر يا صديقي في البدايه علشان تستمتع بالحكايه، والان اربط الاحزمه واستعد للفيلم. وبيبدا الفيلم برافي، وزي ما انت شايف يا صديقي طياره خاصه، يعني الحياه معاه خالصه. بيرجع لبيته بيلاقي الثلاثه دول قدام الباب، واحد منهم بيقول له بعد اذنك يا سيدي الناس، احنا جينا لك علشان في بكره حفله في القريه، يا ريت تيجي انت وعيلتك، صدقني اهل القريه هيفرحوا بيك قوي. بيقول له خلصت، انا بقى مش جاي لا انا ولا اي حد من عيلتي. وها هو الوحش العنيد، الولد المخيف، البطل التي بقدراته هيعمل علشان الغلابه كتير هرشه. بيروح الحفله لاهل القريه او بيولعها هنا. بيرجع البيت، ابوه بيقول له كنت فين يا بيه، كل ده سهران بره؟ بيقول له كنت مشغول شويه. بيقول له يا ترى ايه اللي كان شاغل الباشا؟ بيقول له مش مهم. بيقول له لا مهم. بيقول له طيب كنت في حفله. بينصدم، وتاني يوم الصبح بينزل له في الجنينه. بيقول له اقعد يا ابني، انا بقالي فتره مراقب كل تحركاتك، واكتشفت ان انا وانت مش نفس التفكير، انت دايما يا ابني منعزل عن العيله، واخد لك جنب مني انا بالذات، محسسني ان انا شرير، وانا مش كده وعمري ما كنت كده يا ابني، انت لا مهتم بالعيله، ولا ببيت العيله، ولا شغل العيله، بس انا ما عنديش حل تاني، انت الوريث الوحيد للمليارات اللي معايا دي. بيقول له بس انا مش عايز فلوسك، ولا عايز شغلك، انا دماغي في حاجه تانيه خالص. بيقول له ايه هي؟ بيقول له معرفش، بس لا مهتم بفلوسك، ولا شركاتك، ولا اي حاجه تخص حياتك. بيقول له مين اللي هيكمل من بعدي؟ بيقول له اكيد انا، ولكن بشكل تاني، بطريقتي انا. هو انت ابوك كان شغال ايه؟ بيقول له كان مزارع. بيقول له طيب وانت كملت في طريق ابوك واشتغلت في الزراعه، ولا شفت حياتك وعملت ملايين من مصدر تاني؟ ابوه بيسيبه ويمشي، او بيروح لصاحبه. بيقول له في ايه؟ مالك يا رافي؟ بيقول له ابني تعبني قوي يا صاحبي، مش راضي يشتغل معايا في شركاتي. بيقول له طيب ما اتجوزه، وسلط عليه مراته تلين له دماغه. بيقول له فكره. وفعلا بيجيبوا الشركه، وهرشا بيفضل مستني. بيسمع عم شكشك بيقول لزميله البنت جاي لها عريسه صاحبي، والمصيبه ان البنت كبرت وانا مش معايا فلوس اجوزها. هرشا ابوه بيدخله الاجتماع، ما بيركزش في الكلام وبيفضل يلعب في التليفون. ابوه بيقول له هرشا شكلك زهقت يا ابني، خد ليلى واخرج واقعدوا بره. يا ريتك كنت ابويا انا يا عم رافي. المهم هرشا بياخدها بره، وفي الحقيقه صديقي هي اللي بتاخده، بتجر معاه في الكلام ولا بيعبرها، بيسيبها ويمشي. وتاني يوم عم شكشك عريس بنته بيجي وبيتمموا الجوازه، ومره واحده بيحضر في المكان هرشا. عم شكشك بيرحب بيه وبيقول لعريس بنته ده ابو رئيس الشركه اللي انا شغال فيها، اتفضل يا هرشا يا ابني. هرشا بيبارك لهم وبياخد عم شكشك على جنب. بيقول له بكره هسيب لك شيك ب 200,000 في المكتب بتاع ده علشان خاطر جوازه بنتك. الراجل بيفرح قوي، وهرشا بيسيبه ويمشي. بيرجع البيت، ابوه بيساله السؤال المعتاد، كنت فين وليه سبت الاجتماع ومشيت وما رجعتش تاني؟ بيقول له اجتماع مين؟ الاجتماع اللي انت خدتني فيها علشان توريني العروسه اللي انت جايبها لي. ابن عمه اللي شغال معاهم في الشركه بيقول له يا ريت عمل كده وبس يا عم رافي. ده راح لعم شكشك في بيته واداله شيك ب 200,000. ايه يا هرشا، هو انت فاكرنا بنلاقي الفلوس دي في الشارع؟ بيقول له لا، بحاول اعمل منكم بني ادمين، الراجل ده بقاله سنين شغال عندكم في الشركه، هو بعد العمر ده كله ما معهوش فلوس يجوز بنته. بكره الصبح انت اللي هتودي الشيك للراجل ده بنفسك في مكتبه. هو بيسيبهم ويمشي. الساعه 5 الصبح بيكون في طريقه للمعبد بامه، ومره واحده بيشوف القمر دي قدامه، بيركز معاها وبيفضل يلف بالعربيه حوالين البيت. امه بتقول له في ايه يا ابني، دي المره ال50 اللي انت تلف بينا من الناحيه دي. بيمشي على طول، وعلى الساعه 6 الصبح في قريه راكاتا، اهل القريه بياخدوها جري على المدرسه اللي بتكون وقت بالاطفال يا صديقي. بيلموا الاطفال وبياخدوهم على المستشفى، هو بيحضر في المكان ساسي برجالته. بيخش جوه المستشفى، اه بيقول للدكتور ايه الاخبار؟ بيقول له في 4 اطفال ماتوا وفي كتير منهم مصاب، الاطفال دول كلهم بعتناهم على المدينه. بيقول له طيب مش عايز شوشره. بيخش للاهالي، اه بيقول لهم ما تقلقوش يا جماعه، الموضوع خلاص خلص، واللي له طفل مات هياخد 10,000، واللي اطفالهم مصابين ليهم 5,000. بيسيبهم ويمشي. الصحفي ده بيقول له ناريان قال لك ان المدرسه عايزه تتجدد، لا انت ولا المسؤول عملتوا اي حاجه، وكانت النتيجه موت الاطفال اللي فيها. بيقول له خلاص الموضوع خلص، ولا انت عايز تحصل الاطفال اللي ماتوا؟ ناريان بيقول له خلاص يا سيدي الناس، هدي اعضائك خالص، بس في مدرسه في القريه اللي جنبنا هتقع، يا ريت تلحقوهم قبل ما اللي حصل هنا يحصل هنا. بيقول له اشوف. الصحفي بيقول له وحياه امي ما هسكت، وهفضحكم وهعري كل مصايبكم. بيقول له خلاص سيبه يا باشا انا هعقله. بيمشي، وناريان بيقول له الصحفي انت مجنون، عايز تحصل الاطفال اللي ماتوا؟ بيقول انا مش هسكت. ما بيلحقش يتكلم صديقي لان ابن الهرمساس بيخطفوه. اه بيقول له بقى انت عايز تفضحني؟ بيقول له هفضحك، ومش خايف منك ولا من اللي اتخم منك. بيقول له بجد؟ مواطن ماشي عادي جدا، نزلت عليه الشجره خلصت عليه. هو بيمسك الفرع ده بيفلق دماغه. اهل القريه بيكونوا في منتهى الحزن عليه، وناريان مش عارف يتصرف ازاي. اهل الاطفال اللي ماتوا بيكونوا ماشيين من القريه، وناريان بيقول لهم بسهوله كده هتسيبوا القريه وبيوتكم واهاليكم واصحابكم وهتروحوا على فين؟ بيقول له ناس كتير مشيت يا ريان، مش عايز اخسر ابني التاني انا كمان. وفعلا بيسيبوا المكان وبيمشوا. ناريان بيرجع مكسور الجناح. في الوقت ده هرشا بيروح عيد ميلاد ابي، بيلاقي شالي حضرت في المكان، بتاخد تورته عيد الميلاد وبتديها للعيال ياكلوها. بتخش لابي وبتقول له كل سنه وانت طيب يا عمري. بيقول لها وانت طيبه حياتي. بيتصل بالحلواني، هو بيقول له فين التورته ليه ما جاتش لحد دلوقتي؟ هو بيسيبهم ويمشي. هرشا بيقول لها ليه عملت كده في التورته بتاعته؟ بتقول له انت شفتني؟ وحياه امك ما تقول لحد، بذمتك مش عيبه بقى زي العجل وعايز يطفي الشمعه على التورته؟ عليا انها معايا لهطه. بيقول لها انت معاه في الشغل؟
الشغل بتقول له لا انا لسه مخلصتش دراستي وباخد كورس دلوقتي بقوي فيه نفسي. بيقول لها حلوه وكنت بتدرسي في ايه؟ بتقول له كنت بدرس في قريتي اللي اتولدت فيها بس خرجت من هناك بسبب الظروف اللي بتحصل فيها. بيقول لها فكره الكورس دي حلوه قوي بيني ما بينك بفكر فيها. تاني يوم الصبح بتكون رايحه على الكورس بتاعها بيقابلها هناك وبيقول لها على فين؟ بتقول له رايحه على الكورس بتاعي. بيقول لها طيب تعالى وصلي. طبعا بيوصلها وبتكون خلاص ماشيه. بيقول لها على فكره انت حلوه قوي. بتستغرب. بيقول لها قصدي من جوه. بتسيبه وتمشي وزمايلها بيقولوا لها مين الواد الجامد طحن الصحن اللي جه معاكي ده؟ بتقول لهم ده حد كده اعرفه جديد. بتبدا المحاضره وهوب هرشه بيخش عليها بيقعد عادي جدا وشيله بتستغرب ايه اللي جابه هنا ده وبتستغرب اكتر اما بتلاقيه ولا معبرها. كل يوم بتحاول تلفت انتباهه ولا بيعبرها. وفي يوم داخل عادي جدا بتقول له ايه يا عم انت ده غريب قوي ولا كانك تعرفني. بيقول لها المفروض اعمل ايه يعني؟ بتقول له ولا حاجه بصلي على الاقل ما تحسسنيش ان انا مقرفه قوي كده. بيقول لها حاضر. وفعلا صديقي بيبدا يبص لها من وقت للتاني وهو اللي اصلا كان بيستخدم معاها الاسلوب ده علشان يجيبها على ملا وشها. بيقضوا اغلب الاوقات سوا. وفي يوم هرشه بيرجع البيت بيلاقي ابوه قاعد على اعصابه. بيقول لابن عمه هو ايه اللي بيحصل؟ بيقول له في بلطجي جه لابوك في الشركه. اه. بيقول له ازيك يا رافي انا ابن الوزير رطام السكرتير بتاعك بره كان عايز يدخلني بمعاه كنت هقتله بس اديته قلمين عطايه وده علشان خاطرك انت مش موضوعنا في عقد التوسيع الطريق اتفتح وهيعملوا عليه مزاد انا عايز اخد المزاد ده. بيقول له المزاد مفتوح للكل نافس عليه وخده. بيقول له ما بحبش المنافسه انا عايزه على الجاهز ومش عايز اي منافس قدامي وهو فعلا ما فيش اي منافس قدامي غيره. كلمتين يخلصوا الموضوع. بيقول له هو انت علشان ابن الوزير عايز كل حاجه على الجاهز؟ بيقول له ده احسن لك. بيقول له اللي معاك اعمله. بيقول له اللي معايا كتير. بنتك النهارده رجعت من الكليه زي الفل وابنك رجع البيت زي الفل ومراتك كل يوم بتخرج وبترجع كويسه ممكن ابنك يموت بنتك تعمل حادثه مراتك تعمل حادثه دي اقدار يا اخويا. ما بيقدرش يتكلم معاه. بيقول له هسيبك تفكر براحتك يا رافي وبيسيبه ويمشي. هرشه بيسمع كل اللي حصل وبيطلع فوق يدور على الوزير رطام وفعلا بيجيب عنوانه. وتاني يوم الصبح بيروح لمراته بيلطف معاها بيخلص وبيروح لبنته في الكليه بيتعرف عليها وبيسيبها ويمشي. بيروح لرطام البيت وبيقعد معاه. بيقول له ها مين انت يا ابني؟ بيقول له انا هرشه يا عمي. بيقول له ايوه يا ابني ومين قال لك ان انا عايز اهرش؟ امرني عايز ايه؟ بيقول له ما يامرش عليك ظالم الظاهر انك راجل محترم عكس ابنك تماما اللي راح لابويا في مكتبه وكان عايز ياخد منه مزاد بالعافيه واما ابويا رفض ينسحب من المزاد هدده بامي واختي ما يعرفش انه لو قرب ناحيه عيلتي هكسر وشه ووش ابوه وامه واخته. ومره واحده بنت الوزير بتخش عليها بتقول له هرشه انت هنا؟ خلي بالك معاها بابي واعمل له اللي هو عايزه وبتسيبه وتمشي. بتخش عليه مراته وبتقول له هرشه انت هنا يا قلبي؟ خلي بالك معاها يا بيبي واعمل له اللي هو عايزه. الراجل بيكون في منتهى الصدمه وهرشه بيقول له دي حاجات بسيطه قول لابنك احسن يبعد عن عيلتي وبيسيبه ويمشي. الراجل ما بيتصلش بابنه بيتصل بدراعه اليمين. بيقول له انت هددته حد قريب بعيلته؟ بيقول له اه رافي هددناه علشان المزاد اللي هناخده. بيقول له مزاد مين؟ رافي ده معاه ابنه مش سهل خالص جه وهددني بمراتي وبنتي خلي رضاها ابني يبعد عنه خالص وتصرف انت وابعده عن الموضوع بشكل غير مباشر. بيقول له خلاص انا هتصرف. بيقفل معاه وشيله بتتصل بهرشه بتقول له النهارده في فرح واحده صاحبتي لازم تيجي معايا. بيقول لها خلصانه. وفعلا بالليل بيروحوا سوا ولكن هم في الطريق بيلاحظ ان الثلاث عربيات دول مراقبينه. بيخشوا الفرح برضو اولاد الهرمة بيخشوا وراه. بيقول لي شيله روحي قدامي وانا خمسه وجاي وراكي. بيسيبها ويمشي وبيروح لقائدها. بيقول له انت تبع الوزير صح؟ بيقول له بالظبط. بيقول له طيب بص انا في فرح ومش عايز اخربه خد رجالتك وامشي من هنا وبعدين نبقى نتكلم في الموضوع اللي انت جاي علشانه. بيقول له خايف على مشاعر الحلوه اللي معاك؟ بيقول له مش وقت الكلام ده. بيقول له بما انك خايف ليه رحت للوزير وهددته؟ واحد من رجالته بيهجم عليه فبيدي له واحده زياده بيرجعه مترين لورا. بيروح يقومه وفي الجنينه بيرميه. بيقول له احسن لك خد رجالتك وامشي وبيسيبه ويمشي. اولاد الهرمه بيهجموا عليه ولكن بيبدا يلف فيهم على هادي من غير ما اي حد في الفرح ياخد باله. بيفضل يكسر في عظمهم لحد ما بيخلص عليهم كلهم وكل ده برضه من غير ما اي حد ياخد باله من اللي موجودين. بيروح القائد بتاعهم وبيقول له خلاص خلصت على كل رجالتك ما جاتش عليك انت بقى. بيكسر عظمه وبيسيبه وبيرجع لشيلة. بيباركوا للعروسين وبياخدها ويمشي. تاني يوم في قريه ركانة بيلاقوا في مزارع ميت. نريان بيروح لساسي بيقول له ايه اللي جابك هنا يا نريان؟ بيقول له في مصيبه النهارده حصلت لقينا مزارع ميت ودي مش اول مره مزارع ينتحر. بيقول له عارف عايز نحرقه بنفسي يعني ولا اعمل لك ايه؟ بيقول له لا بس انتوا بتاخدوا الميه كلها المفروض الميه دي تتوزع على المزارعين. بيقول له اي حد هيجيب سيره الميه هخلص عليه مفيش حد هياخد نقطه ميه واللي يقدر يعمل حاجه يفرجني يلا غور من هنا يلا. برضه اهل المزارع اللي ماتوا بيسيبوا القريه ويمشوا. وتاني يوم الصبح شيله بتروح لزمايلها على الكافيه. واحده منهم بتقول لها في خبر ليكي بمليون جنيه افتح المجله دي. بتفتح المجله بتلاقي صوره هرش عليها بتقرا اللي مكتوب وبتكون في منتهى الصدمه اما بتعرف ان هرش ابن رجل الاعمال رافي. زميلتها بتقول لها ياس يا بنت المحظوظه الحظ ده كله يا بنت الواد ملياردير وحليوه وبيتعامل معاكي بتواضع الواد ده حته عدل. ولكن شيله بتكون في دماغها كلاب بتهوها اما بتروح الكورس ولا بتعبره بيحاول يفهم ايه اللي بيحصل ولا بتعبره. بيروح لها السكن وبيقول لها ممكن اعرف ايه اللي بيحصل؟ بتقول له مفيش مشغوله شويه وبتسيبه وتمشي. بيقول لها شيله انا بحبك قوي
بتنصدم، بيقول لها بحبك من اول يوم شفتك فيه، رحت الكورس ده علشان اقرب منك ومستعد اعمل المستحيل علشان اتجوزك، انت شبهي في كل حاجه، ضحكتك، عينيكي، نظرتك ليا لوحدها تساوي الدنيا باللي فيها. بتقول له لا احنا مش شبه بعض خالص يا هرشا، وحلم ان احنا نتجوز ده مستحيل خالص. بينصدم، بتقول له تعرف ايه عن القريه اللي انت اتولدت فيها؟ ما بيردش عليها. بتقول له اصلا ما تعرفش انت اتولدت فين؟ طيب قريتك تبقى قريه راكونا. بيقول لها انت ازاي عرفتي؟ بتقول له ما هي قريتك هي قريتي انا كمان، انت ابن رافي رجل الاعمال الكبير اللي كان راجل شحات وسط اهل القريه دي، واما ربنا كرمه وبقى عنده فلوس نسيهم وبطل حتى يروح لهم هنا. انا بقى بنت نريان الراجل اللي لسه بيخدم اهل القريه دي، انا وانت عايشين في عالمين مختلفين يا هرشا، ومستحيل عن كل بعض. وبتسيبه وتمشي. بيروح البيت ما بيعرفش ينام الليل من التفكير. تاني يوم الصبح ابوه بيقول لعم شكشك غريبه، الواد اللي اسمه رضها ابن الوزير ده ما جاش المزاد وانا خدت المزاد على الجاهز، وكمان خدته بسعر رخيص قوي، يا ترى بيخطط ليه الواد ده؟ عم شكشك بيقول له ابن سعادتك، ابن سعادتك هرشا هو اللي خلص الموضوع ده وبعدهم عنك خالص، انا اسف. هو قال لي ما اقولكش بس انا ما كانش قدامي حل غير ان اقولك. بيفرح قوي وبيروح جري على هرشا، بيقول له هرشا انا عرفت انك انت بعدت ابن الوزير عني. ازاي يا ابني ده حصل؟ وايه اللي خلى ابن الوزير ده يجيني اصلا؟ بيقول له في كلب عندك في الشركه هو اللي باعك لرضا ابن الوزير. بيقول له مين؟ بيقول له ما اعرفش. ومش مهم ان احنا نعرف، المهم انك خدت المزاد يابا. بيقول له انت جوهره يا ابني، انا عايزك معايا في الشركه. بيقول له هغيب يومين اخلص موضوع كده واما ارجع هنزل معاك في الشركه. بيقول له براحتك خالص، انا مستنيك وقت ما ترجع. بيخرج لابن عمه بره اللي بيقول له عاش عليك يا هرشا، حلت موضوع ابن الهرمه ده بالسهل. فبيلسعه بحته قلم محترم. بيقول له عارف لولا ما انك من العيله كان زمانك ميت دلوقتي، ده بدل ما تبوس الايد اللي اتمدت لك تعضها يا كلب. وبيسيبه يمشي. في الوقت ده رضها بيكون في منتهى الغضب وبيقول له دعوا اليمين انا هموت واعرف ليه ابويا وقف موضوع المزاد ده. بيقول له غصب عنه رافي معاه ابنه اسد مش بني ادم، هدد ابوك وابوك اتصل بيا، خدت عربيه رجاله ورحت للواد بس كسر عضمنا كلنا بكل سهوله، تحس انه جاي من عالم تاني خالص، كداب كبير قوي يا اسطى. بيقول له هو فين؟ تعالى وريهوني. ولكن ساسي بيتصل بيه وبيقول له في اتنين صحفيين هاربين من القريه ورايحين على حيدر اباء، معاهم ورق يثبت ان احنا واخدين ميه المزارعين ومبلطجين عليهم في كل حقها، العيال دي لو وصلت حيدر اباء بالاوراق اللي معاهم دي هيدمرونا قبل ما يوصلوا تكون مخلص عليها. في الوقت ده هرشا بيجهز شنطته وبيشد الانترفوكس بتاعته وبيروح جري على القريه. بيركب الاتوبيس ورضها بياخد رجالته وبيروح جري على الاتوبيس اللي فيه الاتنين الصحفيين، بينزلهم ويكون خلاص هيقتلهم. ولكن هرشا بيقول لهم ايه يا جدعان ليه موقفين الطريق؟ شيلوا عربياتكم دي من هنا. رضها بيقول له ابعد من هنا، انجز ياد منك ليه فين الاوراق؟ مساعد رضها بيبص على هرشا وهرشا بيبص عليه بيقول له يا ريس هو ده ابن رافي. هرشا بيقول له انت تاني يا ابني انتوا ما بتحرموش، يلا حبيبي منك ليه وسعوا الطريق وسيبوا العيال دي خليها تمشي. رضها بيقول له يا سلام ده انا لسه كنت هخلص عليهم وجايله. يا محاسن الكذب يا اخي، خلصوا على الثلاثه يا رجاله، اول واحد بيهجم عليه هو كف واحد بيشقلبه ثلاث مرات ورا بعض، اللي بعده اهنا هساعده. الواد صديقي مش كذاب كذب عادي، تحس انه بيكذب كذب شرازي. اخيرا بياخد بنيه من رضها ولكن هيدفع ثمنها غالي. بيهم على هايج هي واحده بيدفنوا في امينه الطوب دي. بيبص للمساعد بتاعه بيقولوا لا سيبنا انا سليمه علشان اروح اشيل لك العربيات. وفعلا بيشيلوا العربيات وهرشا بيركب الباص وبيقول للسواق هاني هاني. والله صديقي دي معناها اطلع يا اسطى. المهم بيوصل القريه وبينزل السياره بتاعته. حمده بيستغرب وبيقول طول عمري بشوف الناس بتمشي من القريه، اول مره اشوف حد جاي. وفعلا صديقي هرشا بيلف في القريه وبيشوف المدرس ده وهو بيدي الاطفال تحت الشجره، بيشوف النسوان وهي رايحه تجيب ميه من عند البحر لان مفيش ميه اصلا. الست بتقع بيوصلها لحد البيت. بالليل بيقعد على جنب. عم حمزه بيقول له ايه اللي معادك هنا يا ابني؟ بيقول له انا جيت القريه هنا سياحه بس القريه هنا ما فيهاش اي فنادق. بيقول له فنادق مين؟ احنا بالعافيه عايشين يا ابني، تعالى معايا. بياخده معاها على مين؟ على نريان صديقي. بيقول له انت ايه اللي جابك هنا يا ابني؟ بيقول له حبيت ادرس القريه واشوف احتياجاتها واجيب للناس كل اللي هم عايزينه. بيقول له باين عليك ابن ناس، خليك معانا هنا. بيقول له لا انا هقعد في البيت ده. بيقول له بس ده بيت قديم قوي. بيقول له معلش سيبني على راحتي. وفعلا بيروح على البيت. وتاني يوم الصبح رتان بيتصل بساسي بيقول له في الوزاره شدين عليا، هو بيقول له القريه ما فيش فيها اي تقدم، روح القريه واعمل لهم اي حاجه كده وخلاص. بيقول له مين يا باشا عنده الجرأه يجي القريه ويفتش؟ ما تقلقش ما فيش حاجه هتحصل. في الوقت ده نريان بيقول لرجالته خلاص احنا هنلم من بعض المبلغ المطلوب ونبني المدرسه. هرشا بيكون سامعهم وبيقول لهم المدرسه دي هتكلف كام؟ بيقول له حوالي 80,000. بيخرج دفتر الشيكات وبيكتب لهم شيك بالمبلغ. بيقول له لا يا ابني احنا هنحل الموضوع ده، انت مالكش ذنب. بيقول له ذنب اني خلاص بقيت واحد منكم يا عمي ولازم اساعدكم واحل كل مشاكلكم، وبعدين انا مش غريب ابي ابن اخوك يبقى صاحبي وحبيبي، اصلا هو اللي بعتني هنا. وبيسيبه ويمشي. بيقول له رجالته والله انا كنت فاكره شحات، طلع ابن ناس بجد. في الوقت ده ابي بيرجع القريه وبيخش البيت بتاعها. بيقول لي نريان وحشتني قوي يا عمي. بيقول له انت اكتر يا ابني، اخيرا عملت حاجه مفيده في حياتك. بيقول له ايه هي؟ بيقول له صاحبك هرشا اللي انت بعته لنا وجه هنا علشانه. بيقول له صاحبي؟ بيروح لهرشا بيقول له انت ازاي تقول لعمي ان انا اللي جبتك هنا؟ بيقول له اياك تغير كلامي، إيه انت اللي جبتني هنا وقلت لي ساعد اهل القريه. بيقول له حاضر. وفعلا نريان بيبدا يبني المدرسه وساسي بيحضر في المكان. بيقول له انت مش سهل خالص. الله ينور عليك، بس جبت الفلوس دي كلها
كلها منين؟ بيقولوا كتر الف خير وهرشة هو اللي دفع. بيروح لهرشة وبيقول له انت مين؟ بيقول له على ما اعتقد عرفت اسمي. انت بقى مين؟ بيقول له ساسي. عرفت انك انت اللي بتبني المدرسة دي، معك فلوس كتير قوي كده؟ بيقول له اكتر من ما تتخيل. بيقول له طيب وشمعنى اخترت تساعد القرية دي بالذات؟ بيقول له مش شغلك، افرح باللي بيتعامل زي الناس اللي فرحانة دي. بيقول له الناس دي ما بتشبعش، كل يوم هيقولك بطلب جديد. بيقول له طلباتهم بسيطة، مية، طريق، معبد، المفروض انت اللي تنفذ لهم طلباتهم دي. بيقول له الظاهر انك انت راجل جدع قوي، هستناك في البيت النهاردة على الغدا. بيقول له مش فاضي، تعال انت لو فاضي. هو بيسيبه ويمشي. وفعلا الشخص ده بيقول لهرشة يا سلام بقى احنا كده يا باشا عايزين طريق. مريم بيقول له خلاص خالص مش كفاية عمل المدرسة؟ هرشة بيقول له سيبه، من بكره هنسفلت الطريق، ومن النهارده انا اللي مسؤول على كل طلباتكم، مش هتبنى واحد ولا اتنين منكم، هتبناكم كلكم وهعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه. وفعلا صديقي بيبني لهم المدرسة وبيوصل لهم مية شرب وبيسفلت لهم الطريق. وفي يوم بترجع شيلة على القرية، بتروح لباباها وبتقول له ايه التغييرات الجبارة اللي حصلت في القرية دي؟ انا معرفتش القرية اصلا، ما كنتش مصدق ان كل حاجة فيها اتعملت. بيقولها كتر الف خيره يا بنتي، ربنا بعت لنا اللي انقذنا. بتقول له مين؟ بيقولها صاحب ابي، كان شغال ليل ونهار ما كانش بناء لحد ما عمل لنا كل ده، استني هو هيتعشى معانا النهارده. بالليل بيقعدوا على العشاء وبتبص بتلاقي هرشة داخل عليها، بتكون في منتهى الصدمة. ابوها بيقول لها هو ده يا بنتي، هو ده صاحب ابي. ايوه بيقول له ما تتعبش نفسك، هم يعرفوا بعض يا عمي. بيخلصوا عشاء وفي نص الليل بتروح له على اوضته، بتقول له ليه كل اللي انت عامله ده وايه اللي جابك هنا اصلا؟ بيقول لها دي قريتي انا برضو. بتقول له ليه ما جيتش قبل ما اقول لك؟ ولا مره واحده صحيت مشاعرك؟ بص بقى، ان كنت جاي هنا علشان تصرف وتقرب من اهلي علشان يوافقوا على جوازتنا فده مستحيل يحصل، فاحسن لك اهرب بفلوسك قبل ما تخلص. وبتسيبه وتمشي. تاني يوم الصبح بالليل بيخرجوا كلهم سوا، وهرشة بيشوف الشخص ده بيبيع خمور في القريه، بيروح له. بيقول له ايه اللي انت بتبيعه هنا ده؟ بيقول انا من رجاله ساسي. بيقلب الترابيزه. بيقول انا مسالتكش انت تبع مين، انا بقول لك ما تجيش هنا تاني. بيقول له انت ما تعرفش ممكن ساسي يعمل فيك ايه. فبيلسعه بحته قلم محترم. بيقول له اياك اشوف وشك هنا تاني. بيسيبه ويمشي. بيرجع البيت. مريم بيقول له ليه بس يا ابني، ضربت الراجل اللي تبع ساسي؟ احنا مش قده، ده راجل مفتري والوزير رتام ساندو. انت بتفكرني بواحد صاحبي اسمه رافي، كان هنا من 25 سنه فاتوا، كانت امنيه حياته القريه دي تبقى في حته تانيه خالص، ولكن القريه دي كانت كل يوم في النازل. خرج بره وتعلم، واما رجع لقى القريه زي الزفت اكتر من الاول. مريم بيقعد معاه. هو بيقول له انت كل يوم بتلف في القريه يا صاحبي، ناوي تعمل فيها ايه؟ بيقول له انا ناوي اخلي القريه دي في حته تانية، انا مش هسيب القريه دي، هطورها وكل شخص مواطن فيها هيعيش عيشه ملوك. وفعلا بيبدا يعمل مزرعه لبن، ولكن رتم بيعمل مصنع خمور. الناس كانت بتشرب من الخمور دي ومش حاسه باي مسؤوليه. رافي قرر يجمع اهل القريه ويفوقهم من اللي هم فيه. وفعلا الناس بدات تفوق وبتسمع كلامه، هو بيشتغل شغل من النار. الكلام ده طبعا بيزعل رتم، فبيبعت ابن الهرمساسي برجالته، بيقفل المزرعه على العمال، هو بيولع في المزرعه باللي فيها، بيلبس التهمه لرافي والناس كلها بتصدقه، واهل القريه بنفسهم هم اللي بيبلغوا الشرطه. رافي بيكون في منتهى الصدمه، وفعلا بتيجي الشرطه تاخده، بياخد عقابه وبيخرج من السجن، ولكن ما بينساش اللي حصل، بيسيب القريه باللي فيها وبيروح يشوف حياته بعيد عنها. هرشة بيكون في منتهى الصدمه، ونريان بيقول له لحد دلوقتي يا ابني ما فتحش بقه ولا قال انه مظلوم، ولكن من يوم ما مشوا احنا عايشين في هلاك، والناس كلها عرفت الحقيقه وعرفت قيمته، ولكن بعد فوات الاوان فضلنا عايشين في عذاب لحد ما جيت انت يا ابني، فعلشان خاطري بلاش تخش معاهم في مشاكل وتضيع الامل من ايدينا تاني، يلا بقى تصبح على خير. هرشة بيكون واقف مصدوم لان ابوه اتظلم من الكلاب دول. بيتصل بابوه وبيقول له انا اسف يا بابا. بيقول له على ايه يا ابني؟ بيقول له على كل حاجه وحشه حصلت مني. بيقول له انت راجع امتى؟ بيقول له قريب قوي. وبيقفل معاه. تاني يوم الصبح بيروح لساسي وبيقول له سمعت انك عايزني. بيقول له انت ضربت واحد من رجالتي، بس اكيد ما تعرفش انه تبعي صح؟ بيقول له لا. قال لي بينصدم. بيقول له ليه ضربته؟ بيقول له عشان ما يبيعش خمور تاني في المنطقه. بيقول له بلاش هناد معايا، كل اللي واقفين دول رجالتي، لو كل واحد سلم عليك بكف فيهم هيطلعوك من هنا كفته. ومره واحده بيتصل بيه رتام. بيقول له مصيبه يا ساسي، طردوني من الوزاره، خلاص انا ما بقتش وزير، بس بخطط لحاجه كبيره قوي، هاجي القريه عندك وهقول لك. بيقفل معاه وساسي بيمشي هرشة. هرشة بيقول لرجالته حظكم نار، لاني همشي من غير ما اضرب حد فيكم. بيسيبهم ويمشي. وفعلا الرطان بيجي القريه وبيقول لساسي بص، الحكومه هتعمل ممر ساحلي في القريه، ولكن لسه ما اعلنوش عنه، بس انا كنت في الوزاره وعارف الكلام ده. القريه دي هيبقى المتر فيها يساوي وزنه ده، ولذلك احنا لازم ناخد الاراضي من الاهالي. ذوق عافيه، لازم ناخد الاراضي دي كلها. في الوقت ده شيله بتكون خارجه، عمها بيقول لهرشة معلش يا ابني روح معاها. بيخرجوا سوا وبتروح لعمتها حمديه، بتقول لها انا عايزه منك خدمه يا بنتي، عايزاكي تاخدي ورق الاراضي بتاعتنا، لان ساسي جه لجوزي وعايز ياخد منه الارض عافيه، لما جوزي قال له مش هيبيع نزل فيه ضرب وكان عايز الورق ده عافيه، مش احنا وبس يا بنتي، هياخد الاراضي من الناس كلها اللي في القريه عافيه. ابوس ايديكي خلي معاكي الاوراق دي. هرشة بيسمعها وبيفضل قاعد مستنيها. وفعلا ساسي بيبعت رجالته، واحد منه بيقول لها يلا يا عسى وقع على العقد ده. هرشة بيروح له وبيقول له مفيش توقيع. بيقول له بس يا بابا. بيقول له لا ده انت بقيت معلم وبتتكلم وانا واقف، ده انت تمسك المرجحه بقى. زمايله بيقربوا، بيقول لهم خدوه علشان مش هتلاقوا حد ياخدكم كلكم. ساسي ورتم بيعرفوا كل اللي حصل. رتم بيقول لهم مين الواد ده وازاي سكت له الفتره دي
كلها. ابعتوا له وانا هتعامل معاه. في الوقت ده هرشا بيكون خارج. مريم بيقول له هرشا ساسي خطف بنتي يا ابني وعايزك تروح له. اوعى تروح له يا ابني، لو رحت له هيخلصوا عليه. اهرب انت واحنا هنروح له نعتذر له ونبص على رجلها علشان يسيب بنتي. ما بيسمعلوش وبياخد بعضه وبيروح له. الرجاله بيستقبلوه ورطا بيكون في منتهى الصدمه. هرشا بيسحب الكرسي ده وبيقعد بيقول له شوف الدنيا خد خرم ودنا مش كده ولا ايه رطا؟ عامل ايه يا معلم؟ وليه خطفتوا البنت دي؟ خطفتوها علشان اجي؟ من غير خطف يا اسطى انا كنت هاجي عادي جدا. معلش بس طلعوها من الموضوع ده. ساسي بيقول له لازم تشوف حبيب القلب وهو بيموت. بيقول لها ما تخافيش يا شيلة هشيلكون روح سوا. رتم بيقول له لسه قضية كلها. بص يا ابني احنا مش في دلها علشان نهدد بعض، هنا في مون لا من شاف ولا من دري. قولي بقى ايه اللي دخلك في شغلي؟ انا باخد الاراضي دي من ناس، ايه دخلك انت؟ بيقول له لان اهل القريه دي اهلي، فلا انت ولا اخوك ولا ده هتعرفوا تعملوا اي حاجه مع الناس الغلابه دي. بيقول له يعني مش هسيبنا ناخد الاراضي؟ بيقول له بالظبط. وبعدين بصراحه انا جيت هنا علشان اقول لك كام حاجه تعملهم انت والخروف ده، وعلشان ما انساش حاجه من اللي انا عايزه كاتب كله في المذكره دي. بص يا سيدي، اول حاجه حساب الطريق اللي انا عملتها، انت واخد حقها من الحكومه وما عملتهاش في القريه، وحساب الميه اللي ركبت، وحساب المدارس اللي اتبنت، وحساب التمويل الشهري، كل دول حوالي 750 مليون. لازم ترجع الفلوس دي والا صدقني مش هيحصل خير. وبيسيبهم ويمشي. ساسي بيقول له ما رجعناه. بيقول له هزعلكم كلكم. حاكا بيهجم عليه، هي واحده بتبله في الرمله تحت رجليه. اللي بعده الكدب هيطلع طاز عليه. الواد بيلف فيهم لف، خلى عقلي من الكدب خاف. الكدب ده يالا انت لو عضك اسد مش كلب، مش هتبقى سعران كده. بيخلص عليهم ورتم وشيله وساسي واهلي وناسي بيكونوا في منتهى الصدمه. الكدب بالعقل يا هرشه مش كده، ده لو قلم فلوماستر مش هتلفه بالشكل ده. المهم بيخلص عليهم كلهم وهو بيقول لشيله يلا بينا. واسمع منك ليه، رجعوا اللي خدتهم من الناس الغلابه علشان ما ندمكمش عليه. وبياخد البنت ويمشي. البنت بتدوب فيها اكتر ما هي دايبه. ورتم بيتصل برافي بيقول له زمان كنت عايز تساعد الناس دي وانا خلصت منك بكل سهوله، ولكن معاك ابنك اصعب منك بكتير، تعال النهارده القريه خد جثته. رافي بينصدم وهرشه بيكون بيتمشى على البحر بيلاقي اربع مزارعين مقتولين، واحد منهم بيكون لسه عايش. بيروح جري عليه ولكن بيثبت مكانه. ابن الهرمده بيكون مديله واحده بالسكينه في جنابه. ما بيكونش لوحده صديقي، بيكونوا كتير قوي. تفتكر ان هرشه بعض الطعنات اللي خدها دي هيطوب؟ بقولها معاه صديقي لا والله. الكدب الهندي هنوديه فين؟ عم حسين بيقول له اضرب يا هرشه اضرب يا حبيبي، وفعلا بيضرب وبيخبط. حتى حماده منه بيهرب، ما بيسيبوهوش بياخدها جري وراه. بيلاقيهم زي التعبان خارجين عليه من تحت الارض، وقال بيهزوه بيخش فيهم شمال. وادي الكدب واللي بيكدبوه، حماده بيثبته بيلف عليه باكورد بيقلبه على وشه. اولاد الهرمه بيتكتروا عليه وعلى الارض بيجيبوه، ما بيسيبوهمش وبيكمل وبيفضل مستحمل. بيكسر عظم كتير منهم واخيرا بعدها بيستسلم. معرفش ازاي بيروح المستشفى والاهالي كلهم بيحضروا قدام المستشفى ميتم الخوف عليه. شيله بتقول الدكتور طمني عليه عامل ايه؟ بيقولها خد طعنتين حالته صعبه قوي. بتقول لها يا دكتور انا بحبه مش هقدر اعيش من غيره، ابوس ايديك اعمل اي حاجه. اهلها كلهم بيسمعوا وبيعرفوا اللي بينهم. رافي بيحضر في المكان، هو بيبص على صديق عمره نريان وبيسيبه ويمشي. بيخش الابن جوه وبيخرج للناس اللي بره بيقول لهم زمان صدقتوا فيا اللي رتموا رجالته عملوه، دخلتوني السجن بايديكم ودلوقتي عايزين تدمروا ابني، عايزين تقتلوا اغلى حاجه عندي. ابوس ايديكم سيبوني انا وابني في حالنا، انا ماليش غيره ده ابني الوحيد. تاني يوم بيخش له بيكون فاق بيقول لهم انا كويس ما تقلقش عليا يا اما. نريان بيقول له يلا يا ابني يلا علشان تروح مع ابوه، خلاص احنا مش عايزينك معانا تاني في القريه، ارجوك امشي يا ابني. بيسمع كلامه وفعلا بيرجع مع ابوه. بيروح الشركه وبيشتغل مع ابوه، ولكن دماغه كل تفكيره بيكون في القريه واللي فيها. اما رتم واخوه ابن الهرمه بيستغلوا غيابه وبيمضوا الناس على بيع اراضيهم، بياخدوا منهم اراضيهم عافيه وبفلوس لا تسكر. في الوقت ده رافي بيروح لابنه وبيقول له انا واخد بالي يا ابني انك مش مركز في اي حاجه بتعملها، خلاص بقى انسى القريه واللي فيها. بيقول له انت عايزني اعمل ايه؟ عايزني امثل واعمل نفسي ناسي زي ما انت عامل نفسك ناسي؟ انا عرفت الحقيقه يابا، عرفت كل اللي حصل معاك في القريه دي، ده ما كانش سببه اهل القريه، كان سببه رتام وساسي. انا بدات مهمه ومش هيهدى لي بال الا لما ارجع حقي وحقك وحق الناس الغلابه، واخلص من الشياطين دول وعيش في القريه وانت تعيش وسط عيلتك واصحابك مرفوع الراس. بياخده بالحضن وبيقول له روح يا ابني روح اكدب واخرب الدنيا. وفعلا بيروح على هناك بيلاقي الاهالي كلهم خارجين من مصنع رتام. عم زعتر بيقول له خلاص يا ابني مضينا على اراضينا وبعناها لهم. وفعلا صديقي رتام بيقول للاجنبي اللي معاه خلاص خدنا الاراضي من الاهالي ابدا المشروع بتاعك. ساسي بيقول له ما تقلقش احنا خدناها عافيه وقادرين على كل الاهالي اللي في القريه، ما حدش فيهم هيقرب منا. غلبان ما يعرفش ان اللي جاله ملك جنان الكذاب الكبير سوبرمان. بيقول لهم ايه مبسوطين بالعقود اللي معاكم دي؟ وانت يا اجنبي هتشتغل على الاراضي دي؟ دي مش اراضي دي ارواح ناس. اسمع واخدها نصيحه مني، خد بعضك وامشي من هنا والا هتموت معاهم. بيسيبهم ويمشي. عكشه بيهجم عليه بيرجعوا تاني بيقول لهم رجعوا العقود للاهالي وهسيبكم تعيشوا وهسيبكم في حالكم. رجالتهم بيهجموا يا ابني ما بيتكلم بالحسنى لازم تخلوه يكذب. ومش اي كذب صديقي، كذب بالسمنه البلدي زي ما انت شايف عامل عمايل فيهم والمايل بيعدلوا وسطيهم. ارجع على بياخد المسمار ده واللي بيقرب منه بيربطه فيه. عددهم بيكون كبير قوي، ولكن هرشا اللي بنقوله بيشفيه. اشرب يالا بيكسر عظم ساسي ورا
بيخش عليه. اما انت راجل قليل ايه ما صحيح، بيمسح بيهم المكان وبيجرجر الاتنين اللي بره زي الخرفان، بيدلوا عليهم برميل الكحول ده وبيخبطوا المسمار في علبه الكهرباء، النار بتولع في المكان واهل القريه بيجوا جري عليه. بيقول لنريان اللي هيتقال للشرطه ناس كهرباء ولع في المصنع باللي فيه، وما تقلقش عقود الاراضي ولعت جوه وكل واحد له ارض يرجع لها، وبيسيبهم ويمشي. وبعد سنه شغل من النار ده بيبقى شكل القريه صديقي. اما اللي بقى يحكمها رافي ونريان وهرشا، صحيح هرشا ما بيكونش فاضلهم، بيكون مشغول مع الميدان شيله الجميله، بيعيشوا في تبت ونبات ومش عارف خلفوا صبيان ولا بنات ولا لا. وهنا بينتهي الكاد. اتمنى صديقي اكون وفيت وعجبك الفيلم، ولو عجبك لايك سمين وكومنت حنين واشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعار باي فيديو جديد، وخش خد لفه في القناه صدقني هتلاقي فيديوهات كتير هتعجبك. اشوفك الفيديو الجاي يا سلام. اشوفك الفيديو الجاي يا سلام.